موجودين في مدينة بريتوريا في جنوب أفريقيا في مصنع فورد، زيارة مصنع فورد اللي تصنع فيه فورد رينجر. راح إن شاء الله نخش الحين خط الإنتاج ونتفرج على السيارات أثناء تصنيعها. طبعاً إحنا موجودين في الباص مخصص للرحلة هذه، لبسونا سترة زي ما احنا شايفين، حيدون نظارات خاصة للسيفتي للأمان، وراح نأخذ اللفة هذه. المصنع طبعاً يتم فيه تصنيع ثلاث سيارات من ضمنها الفورد رينجر. المصنع يحتوي على 300 عامل تقريباً، وأكثر هذول الموظفين رسميين، وأكثر من 4000 موظف غير رسميين يشتغلون بنظام الساعات، على حسب ما يشتغل يستلم راتب. المصنع هذا يورد إلى دول كثيرة خارج جنوب أفريقيا من ضمنها دول الشرق الأوسط. هنا يتم تصنيع الهيكل أو الشاصي حق السيارة نفسها، يتم فيها تحديث. طبعا السيارات لنا سيارات بيك اب، شاحنات، بدي فريم، هذا الفريم اللي نحط فوق البدي حق السيارة. يتم جلب شاصي السيارة هنا، يتم تنظيفه من الصبغة الموجودة فيه، بعدها يتم رشه المواد الخاصة لمنع من الصدى، وأيضا عملها بالكود أو اللون الأسود للمزيد من الحماية قبل ما تتركب على السيارات. هنا يتم عمل تجميع القطع الخاصة بالهيكل حق السيارة، الأبواب، الشاصي، الأبواب، الهيكل، صندوق غيره. عنده ماكينة خاصة بالقص، هذه بعد القطع تركب داخل هيكل السيارة. عندنا هناك القطع الخاصة بالصندوق، باب خاص بالصندوق. الآن موجودين داخل المصنع، هنا يتم تجميع القطع الخاصة بالبديل حق السيارة، ويتم لحامها عن طريق الأجهزة الموجودة هنا الكاين أو الروبوت. قطع صغيرة تتجمع وتقطع هنا، وبعدها يتكون منها هيكل السيارة. هذا جهاز حق اللحام. هذه هنا ماكينة ثانية خاصة باللحام. يتم في الماكينة هذه تجميع القطع حق السيارة ولحامها بشكل كامل عن طريق الجهاز هذا. هذا قطع الحين عندنا حاجة خاصة ببدي نفسه. هنا يتم تكوين هيكل خارجي أو القشرة موجودة قدامنا هنا. هذا بعد اللحام حقها تم عملها بالطريقة هذه. بعدها يتم دمجها مع الشاصي اللي شفناه قبل شوي. هذا قطع صندوق تم لحامها او الحوض. هنا يتم طريقه يسمونها التزاود او المريس، يتم فيها التزاود بين الصندوق مع القاعده او الكاب خط السياره، يندمجون مع بعض قبل ما يتم تركيبهم على الشاصي الخاص بهم. هذا يعتبر خط انتاج تركيب الهيكل. هذا بعد الدمج صار قطعة واحدة، يأكدون ما في أي خلل راكب بشكل صحيح. بعدها تركب على الشاصي. هنا الأجزاء الخاصة بالأبواب تركب في السيارة، تأكد أنها راكبة بشكل صحيح قبل ما يتم صبغها. كل سيارة تركب عليها البيبان الخاصة بها الأمامية والخلفية،
يتأكدون أنها راكبة 100%، بعدها يتم فكها مرة ثانية ويتم صبغها من جديد قبل ما تركب بشكل نهائي في السيارة. دخلنا منطقة ضيقة شوي شوية، عاد السياحي هذا سيارة ثانية اللي هي سيارة سيفيرس، خاصة لبعض الأسواق مثل سوق الجنوب أفريقيا وأيضا السوق الأوروبي مثل شرق غرب مثل شرق أوروبا. السيارات هذه طبعا تعتمد أساسا على هيكل الرينجر بدي إن فريم، زي ما شايفين البدي لوحده ويتم تركيب بعدين عليه الشاصي. هناك حق السيارة يتم تجميعها المصنع هذا. هنا يتم قطع خاصة تجميع السيارة، أكثر من 6000 مول عندهم جميع القطع الصغيرة، بعدها يتم تجميعها خط الإنتاج الموجود عندنا هنا خط التجميع. هنا عندنا خط التجميع، يتم تجميع السيارات بعد صبغها وطليها باللون المطلوب. كل سيارة زي ما شايفين السلة الموجودة يتم فيها القطع الخاصة فيها برقم الشاصي حق السيارة نفسه، حسب اللون المطلوب من داخل، حسب الداخلية، حسب الطراز، حسب المواصفات الخاصة فيها. بعدها يتم ترتيب الإزاز الأمامي والخلفي والجانبي على البيبان. كل سيارة خاصة مسجل عليها رقم الشاصي أو رقم القطع اللي تركب عليها بالضبط عشان ما يصير فيه لخبطة، كل سيارة تركب فيها حسب المواصفات المطلوبة منها. هنا المكان الخاص بتركيب القطع زي ما قلنا، كل حق البريكات والكفرات كل شيء موجود هنا. آلاف القطع تم تركيبها في السيارة الواحدة، 7000 قطعة تركب في السيارة الواحدة كلها تتجمع فيها. هنا خط حق المكيف زي ما شايفين المواصيل حق المكيفات. هنا كيابل وخط البريك وغيره تركب. كله يتم تجميع هنا. هذا السؤال عند الدفرشات حق السيارات لو بتركب دفع خلفي او دفع رباعي حق السياره. هنا عندنا المكاين الخاصه بالسياره نفسها يتم تركيبها في السياره مع البيور، يتم جلبها المصنع اللي راح نزوره. يتم جلبها في مصنع اليزابيث اللي راح ان شاء الله نزوره بكره. لا شكرا عنه. كلها تجمع بعدين هنا. حتى الان زي ما شايفين السيارات لسه ما تركب عليها الشاصي، يتم تركيب الجير والماكينه الشاصي قبل ما تركب السياره عشان تكون اسهل في التركيب. العمليه تسميتها بالزواج او المرج. هذه المحركات الحين يتم فحصها وتركيب الجير عليها زي ما شايفين. وعدنا الريال تدفع فلوسك وشوف الخير. راح اعمل لك طلبيه خاصه على الفطور. هنا يتم تجميع الجير مع المحرك. قسما بالله اسحب على ام الجير بعد فحصها وتاكد انه راكب قطعه واحده. يتم تركيب الاسلاك والهواز الخاصه فيه كلها هنا زي ما شايفين. كل عربيه خاصه لسياره معينه، كل عربية تركب على سيارة واحدة فيها كل القطع الخاصة بالسيارة هذه، بس حسب سعة المحرك غير يمين ولا يسار مال الدركسون. عندنا السد او نظام السسبنشن يتم تركيبه في الشاصي بعد كذا مع السيارة بشكل كامل. هنا نشوف المحرك مع الجير قطعة واحدة مركبين مع بعض سوا،
هذا خاص للدبل زي ما شايفين الجير حقه كبير، هذا خاص سيارة الدبل فور ويل درايف. هنا يتم تجميع قطع الدبل والبريكات. شوف الوش بون هنا خاص بالسيارة من الأمام. هذا الحين تم تركيب الشاصي معاه الجير والبكينة والدفرنشات مركبة اوريدي مجمع هنا، لو ما تركب مع الهيكل قطعة واحدة. نشوف وصل الشاصي كامل مع المكينة والجير والدفرنشات ونظام اللي هو الأسمان وغيره كلهم ترتبوا قطعة واحدة. سيارة جاهزة دمجها مع الهيكل الخاص بها. الشاصي جاهز مركب عليه كل شيء، الجير حتى الاطار السبير مركب جاهز، تسهيل عمليه التزاوج بين البدي والشاصي السياره. هنا تمت عملية الدمج، نشوف الشاصي تم تركيبه مع البدي. الحين قاعدين يربطون البراغي الخاصة فيها، وبعدها يركبون الشمعات الأمامية والخلفية وغيرها، والأبواب ترجع تركب من جديد. هذه تعتبر المرحلة الأخيرة من عملية التجميع، عملية التجميع المصنع. خلاص كل شيء تركب، بعد كذا يطلع على خط الإنتاج على التجربة. الشاصي أوريدي تم تركيبه مع البدي، قطعة واحدة. شبهي لخط الانتاج في سيارتين اللي هي ايفرست ورينجر في نفس الخط، كذلك الرينجر والضابط. رحلتنا مع شركة فورد كانت رحلة ممتعة جدا إلى جنوب أفريقيا لزيارة مصنعها الخاص بسياراتها فورد رينجر وكذلك فورد رينجر رابتر. الرحلة كنا نتمنى يكون في وقت أطول للتصوير داخل المصنع، لكن الوقت حكمنا وكذلك الشروط الخاصة بالأمن والسلامة داخل المصنع حكمتنا. نترككم على المقطع هذا اللي أرسلتني إياه شركة فورد اللي يوضح خط الإنتاج الخاص بالسيارة هذه. أتمنى إن شاء الله تستمتعون بالمقطع هذا وتابعونا على قناتنا لكل مجديد ومفيد في عالم السيارات. معكم أخوكم صالح حمود من قناتكم كارز أند مور، سيارات وأكثر. تحياتي لكم.